أسئلة كثيرة ما زالت تحيط بتفاصيل تفجير أجهزة النداء في لبنان، ولعل أبرزها: لماذا الآن؟ تقرير لموقع المونيتور قال إن قرار تنفيذ العملية اتخذ قبل 11 ساعة فقط من لحظة التفجير، والسبب معلومات استخباراتية عن شكوك لدى عنصرين من حزب الله في أن هناك شيئاً مريباً يتعلق بأجهزة البيجر، ما دفع إسرائيل إلى تسريع هجومها على لبنان. وبحسب المونيتور الذي نقل عن مصادر استخباراتية، فإن عملية تفخيخ آلاف الأجهزة قبل تسليمها لحزب الله ظلت سرية وأخفتها إسرائيل حتى عن الولايات المتحدة، حيث كانت تؤجلها لاستخدامها في حرب شاملة تحقق فيها تل أبيب تفوقاً استراتيجياً.